العنف ضد المرأة كيتعتبر من انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر منهجية والأكثر انتشار. كيتعتبر أيضاً مشكلة اجتماعية واقتصادية كتأثر على الانسجام الاجتماعي وعلى النمو الاقتصادي وكتهدد تقدم التنموي ككل. في سنة 2019 المندوبية السامية للتخطيط نجزت بحث وطني حول العنف ضد النساء بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. على عينة مكونة من 12,000 فتاة وإمرأة و 3,000 فتاة ورجل كتراوح أعمارهم ما بين 15 و 74 سنة واللي كيمثلوا مختلف الطبقات الاجتماعية والجهات في المملكة. النتائج بينات على أن أكثر من 8 من كل 10 نساء كتراوح أعمارهم ما بين 15 و 74 سنة في المغرب عانوا من مشكل واحد على الأقل من بين جميع أشكال العنف خلال حياتهم. وخلال 12 شهر اللي سبقات تاريخ إجراء البحث تبين لنا على أنه أكثر من مرأة ما بين جوج عانت من العنف، بحيث بلغت نسبة النساء ضحايا العنف 57.1%. النتائج كتظهر أيضاً أن جميع النساء يمكن يكونوا معنيات بالعنف، إلا أن البعض منهم هم أكثر عرضة من غيرهم، كالنساء القاطنات بجهة الدار البيضاء السطات، بحيث 71.1% منهم تعرضوا للعنف. الأصغر سناً، حيث أن 70.7% من النساء المعنيات كيبلغ عمرهم ما بين 15 و19 سنة. النساء اللي عندهم مستوى تعليمي ثانوي، بحيث أن ما يقارب من 65% من ذوات المستوى التعليمي الثانوي الإعدادي أو التأهيلي تعرضوا للعنف. 73.5% من بين العاطلات عن العمل تعرضوا لشكل واحد أو أكثر من أشكال العنف. كذلك تعرضت وحدة من كل 5 تلميذات أو طالبات في المناطق الحضرية ووحدة من كل 3 في المناطق القروية للعنف في مؤسسة التعليم والدراسة. والعنف كيترتكب بشكل رئيسي في الفضاء الزوجي. ما يقارب من وحدة من كل 3 من النساء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل تحت 65 سنة تعرضوا للزواج المبكر قبل من 18 سنة. كيأثر العنف الإلكتروني في المقام الأول على النساء الحضريات والشابات والطالبات والعازبات، فيما يقارب من 1.5 مليون امرأة وقعوا ضحية للعنف الإلكتروني بمعدل انتشار كيبلغ 13.8%. حالة واحدة من كل حالتي عنف جنسي وقعت في الأماكن العامة، بينما كتعرض أكثر من امرأة من كل 20 للاعتداء الجنسي خلال الطفولة ديالهم. شهادة النساء مكنت من تحديد المواقف التي من المرجع أن يحدث فيها العنف أكثر. التمكين الاقتصادي للمرأة والمشاركة ديالها في الحياة العامة كيقلل من مخاطر التعرض للعنف المنزلي، فكلما زاد دخل النساء وكانت عندهم الحرية في تدبير هذا الدخل، كلما قل التعرض للعنف بمختلف أشكاله. أيضاً سلطة اتخاذ القرار بشكل أحادي بشان الحياة الإنجابية ووسائل منع الحمل والتوافق في العلاقات الحميمية وتدبير الحساب المصرفي والمشاركة في الحياة العامة كيزيد من خطر التعرض للعنف الزوجي. عايش مشاهد العنف خلال الطفولة، فالنساء اللي عاشوا في بيئة كتسم بالعنف الأسري كيساهم في إعادة إنتاج العنف نفسه في مرحلة البلوغ. مرتكب العنف، الشركاء من الشباب ولا اللي عاشوا في بيئة أسرية كتسم بالعنف واللي كيتعاطوا المخدرات والكحول هم أكثر عنفاً في علاقتهم الزوجية. كترتفع نسبة انتشار العنف إلى 61.2% فاش كيكون سن الشريك أقل من 35 سنة. الشركاء اللي كيمارسوا نشاط اقتصادي هو أعلى بكثير مما هو مسجل بين النساء المرتبطات بشركاء غير ناشطين.